مشاهدينا الكرام، مشاهدي صحيفة ميسور الرياضية، متتبعي قناة ميسور تي في، مساء الخير، مرحبا بكم مجددا في لقاء رياضي جديد اليوم من القاعة المغطاة بميسور لتغطية حفل لتغطية تدريب فريق مولودية ميسور لكرة اليد الذي يزاول في بطولة القسم الثاني عصبة فاس مكناس. معنا مدرب الفريق السي حميد العريبي. مناسبة باش نسلطوا الأضواء مجددا على هذا الفريق اللي قدم مستوى طيبة في كرة فهاد الرياضة كرة اليد. نشوفوا الظروف الممارسة ديال الفريق، وكذلك نعرفوا بغينا نعرفوا الكراهات اللي يعاني منها الفريق، ومجموعه من التساؤلات اللي كتهم هذه الرياضه هذه، خصوصا فريق مولوديه ميسور كرة اليد مع السي حميد العريبي. اهلا وسهلا بك سي. شكرا ومرحبا وشكرا على الاستضافه ديالكم، وكنقدموا الشكر ديالنا لصحيفه ميسور الرياضيه وميسور تي في وجميع المنابر الاعلاميه الالكترونيه اللي كتبعنا وكتدعمنا، وكنشكركم باش يوصل شنو وقع في المدينه في الميدان الرياضي يوصل الحمد لله للجميع. بالنسبه لميسور ديال الهوند، ولا عبيد واحد النبذه، يعني بغينا منكم النبذه على الفريق. بالنسبه للفريق ديالنا تاسس 2008 بواحد الفكره ديال واحد الصديق ديالنا اللي هو البريزيدون سي رشيد الوحداني، وبالمساعده ديال مصطفى العزوزي ومصطفى الخادير ملوكي عبد الكريم، الاخوه الحسنيات الله يجازيهم بخير، سي بابا قويدر اللي داز كاع هادو اللي بداو النهار الاول المكتب الاول، والاساس ديالو 71% هو اللي كاين وكيتجدد واحد الثلث، هادشي اللي كاين. بدينا سيدي في 2008 لعبنا في القسم الوطني الثالث، لعبنا في القسم الوطني الثاني، درنا براج باش نطلعوا للبريميرات، وطلعنا فعلا للبريميرات، لعبنا ثلاث سنين، ولكن العام الاول في البريميرات هو اللي كان عندنا مزيان. كنا لعبنا البراج باش نطلعوا ليكسيلونس في مدينه قنيطره ضد شباب اطلس قنيطره. دابا نظرا للظروف الوليدات كيمشي وما كيبقاوش عندنا، هذه دابا عامين ولا ثلاث سنين هبطنا عاوتاني للدوزيام ديفيزيون، كنزاولوا في الدوزيام ديفيزيون. كنا في الشرق دابا ولينا تابعين لفاس مكناس، ولكن حنا فاس مكناس فيها 10 الفراقي، حنا كنلعبوا مع تافيلات الجهه ديال الصحراء، وكاين جروب عاوتاني ديال فاس مكناس، ولكن كله كيتسمى عصبه فاس مكناس. نعم سي حميد، اذا على ذكر الممارسه ديال فريق كره مولوديه ميسور كره اليد بالنسبه للموسم الماضي خصوصا، يعني كانت نتائج جد طيبه، بغيناك تذكرنا يعني بلا سيزون ديال 2018 2019. هو في الحقيقه عندنا دو سيزون اللي كنفتخروا بهم، تروا سيزون بلوتو، كاينه لا سيزون فاش كنا طلعنا للبريميرات، وكاينه اول سيزون في البريميرات، وكاينه لا سيزون اللي هي اللي بالنسبه بقات في القلوب ديالنا وفي القلوب ديال الجميع اللي متبع كره اليد ميسور، هي لا سيزون ديال العام اللي فات. العام اللي فات كنا بوليدات ديال البلاد فعلا، غير ديال حنا ما كنقولوش ديال البلاد، خصني باش نوضحوا هذه المساله، ولاد البلاد نظرا للظروف، اما لو كون عندنا حتى حنا الفلوس ما كرهناش نجيبوا واحد اربعه ولا خمسه ديال الناس يعاونونا نطلعوا حتى حنا للبريميرات ولا ليكسيلونس، راه ماشي ضد البراني، غير كان الظروف ديالنا ووليداتنا. العام اللي فات عام بدون هزيمه احمد، وخسرنا اخر ماتش خسرناه في الباراج ضد فريق المغرب الرياضي الفاسي. هذا الباراج كيف يعقل تلعب الباراج وما تسافر حتى الصباح ديال الماتش؟ هذا راه باراج، هادو هما الظروف، وراكم حضرتو معنا في ذاك البراج، وهذا هو دابا العام اللي فات علاش كان محبب علينا وعلى الجمهور ديالنا وجلبنا وليدات جداد هانتوما غادي تتعرفوا عليهم. هذاك النتائج ديال العام اللي فات هي اللي جلبت هاد الوليدات باش جاو، والحمد لله كان عام كنتمنى يتعاود مع هاد لا جينيراسيون اللي درنا هاد العام ان شاء الله. نعم حقيقة سي حميد، الموسم الماضي كان موسم رائع يعني اداء ونتائج كذلك. معنا احد اللاعبين ديال فريق مولوديه ميسور كره اليد، بغيناك تقدموا لنا سي حميد. هذا سيدي السي المهدي السباعي، هذا من الوليدات اللي جاوا هذا العام، وكنفضل تسقسيه هو باش يعطيك نبذه على الوليدات. على الاسم نعم سي حميد السباعي، مرحبا بك. شكرا على الاستضافه. شنو ممكن تقول لنا على ممارسه ديال فريق
يعني قبل ما نقولوا انه فريق في يمكن نقول انه عائله، يعني ماشي مجرد فريق، يعني احنا ماشي غير مجرد كنمارسوا الرياضه، ولكن كنتعرفوا على اشخاص جدد، كتاسس علاقات اجتماعيه اولا، يعني والشان الكروي ثانيا، يعني الرياضه ولا بصفه عامه الفرقه كتعاوننا احنا بزاف كشباب، يعني باش نحاول اننا نبعد من جميع المخدرات والمعيقات اللي كتلتحق في السن ديالك. هانئا تبارك الله عليك. اذا احسن رساله للشباب اللي كيمارس الرياضه وخصوصا كره اليد، لانه مجال يعني اللي كيخلي الشاب يبعد على مجموعه من الممارسات السيئه، بالتالي كيخدم الصحه ديالو وكيخدم كذلك الفريق اللي كيمارس فيه. سي حميد نرجع لك بخصوص النتائج المحصله لحد الان في هذا المطر ديال الموسم، لعبت شي مباريات بالنسبه لهذا العام انت سمعتي كاين وليدات صغار، الحمد لله بهاد الوليدات الصغار ديال المواليد 2002 3 4 شاركنا في بطوله ديال الفتيان ديال هاد العصبه ديالنا، وكلاسينا لعبنا الدور الاول كامل، كلاسينا الثانيه، خمسه ديال الفراقي كلاسينا حنا الثانيه، والحمد لله هاد الوليدات عمرهم ما لعبوا الهوند، عمرهم ما لعبوا اون كومبيتيسيون، كلاسوا دوزيامين هادو الوليدات الصغار، وهاد الوليدات مدعمين بعض اللاعبين من العام اللي فات اللي بقاو معنا. لعبنا دو ماتش بالنسبه للسينيور، الماتش الاول خسرناه مع ارفود، عندهم من باليكيب كيقلبوا هذا العام على الطلوع، خسرنا معاهم بربعه ديال الفرق. وهاد السيمانه هذه مشينا لتين جداد، مشينا في نهارنا، قلعنا من هنا في الربعه الصباح، دخلنا في التسعود، لعبنا في 12، سالينا 12 قلعنا جينا لميسور. وهاد الوليدات هاد تمارا وهاد المشي وهاد المجي في نفس النهار، وكلهم كما قلت لك جدد وعندهم واحد ما كايناش خبره وكيتكرفصوا مساكن في الطريق، الظروف ما مساعداش. بالنسبه لهاد الوليدات لاول عام انا كنقولها لاول عام مولوديه ميسور لكره اليد ما كتوفرش الاحذيه ما كتوفرش. هاد العام السي السباعي يمكن ياكد لكم، هاد العام الاحذيه كيجيبوا ديالهم، هاد العام واخا ربحوا الماتشات كاملين ما عندناش ما نعطيوهم، ما كاينش ما يتعب. غير بالنسبه باش ما يفوتنيش لان كنقدر ننسى بعض الحويجات، كنتقدموا بالشكر للناس ديال الشبيبه والرياضه اللي كيساعدونا بداك الشيء اللي نتاح لهم، كنتقدموا بالشكر للمنابر الاعلاميه الالكترونيه، كنتقدموا بالشكر لبعض الغيورين والرجال ديال البلاد اللي كيعاونونا وغادي نذكروهم، اللي هما سي رشيد الحموني، سي عبد المولى الحرشي، سي العنصر البرلماني لأول مرة عاوننا العام اللي فات، وليني خاصة نذكروها اللي عطانا شي حاجة، هادو كلهم عاونونا العام اللي فات لأن كانوا عندنا لا ديبونس بزاف، لأن كان الربح وما بقاوش عندنا المنح اللي كانوا كيتعطاونا، ما حنا ما كناش كان ما كيعطيناش المجلس الإقليمي هذه عامين، ما كيعطيناش الجهة هذه عامين، دابا عايشين بالمنحة ديال البلدية ديال ميسو، زائد أنها كتعاوننا بعض المرات كتعطينا الترونسبور. وكنشكروا كل واحد غاير على هذه البلاد وكيحب هذه الكره والرياضه وعنده كيميل لهذه كره اليد، هذا الشيء اللي عندي ما نقول. شكرا سي حميد. انتقل لسي سباعي لاعب موليت ميسور، شنو الاكراهات اللي كتحس بها كنت كلاعب يعني في الفريق اللي كنت اكيد كتحب هذه الرياضه هذه وكتمارسها من الفريق، شنو الاكراهات اهم الاكراهات اللي كتحس بها؟ يعني اول اكراه يعني اللي معروف كتعاني منه جميع الفرق الوطنيه هو نقص الموارد الماليه، هذه اول حاجه. ثاني حاجه يعني فريق كبير بحال مدينه ميسور كيشرف البلاد، يعني ما عندوش وسيله تنقل، يعني الاستاف تكنيك والمدرب كيبذلوا واحد المجهودات جباره باش يحاولوا يوفروا مينيموم باش الفرقه تسافر في اجواء مريحه، ولكن يعني كنسافروا في نفس النهار وكتكون الطريق طويله، طرق التنقل كتكون صعيبه شي شويه وكتلعب في نفس النهار، يعني ما شنو تقول المدرب ديالك اللي هو اكيد كتعرفوا راه لاعب سابق ومتميز في كره اليد؟ السي حميد العريبي واخا نبقى ندوي بزاف ما غاديش نقدر يعني نوصف هذا الشخص هذا، يعني هو لو ولا الزوجه ديالو يعني كيبذل واحد المجهودات جباره يعني باش انك تجي في وقت متاخر من الليل يعني
تحاول تخدم مع دراري ما اول مره اول تجربه عنده في الهونت وتصبر معاهم يعني كتبدا من الزيرو يعني شي حوايج اللي ما تعلمهمش حنايا في الصغر كيعلمهم لنا هو كيصبر معانا واخيت يعني يدير اي حاجه كيخدمها معانا لمصلحتنا حنايا. بارك الله عليك، نتمنى لكم التوفيق ونتمنى التوفيق كذلك للسي حميد. سي حميد كلمه اخيره مفتوحه. بالنسبه ليوسف زكريا الله يسخر الجميع، سناو هذا العام نظرا للبعد، ما هما باغيين كانوا مازال باغيين يجلسوا معنا لان صغار وولاد الفرقه فاش ما كيكونش واجد 100% ما غايستقبلوش بنفس الطريقه باش كيكون الظروف ديالو ديال الميسو، ولكن نظرا كيقراو تما في الجامعه في تطوان اضطرينا باش نعطيوهم لفريق طلبه تطوان اللي كيمارس في القسم الممتاز، هما لحد الان كيتدربوا مع الكبار ومع الصغار، مع الكبار كيتكونفوكاو دو طون زون طون، ولكن مع الصغار راه الحمد لله كلشي كيهضر عليهم كلشي وليدات اللي تخرجوا من ميسور باش ما يبقاوش يقولوا شي وحدين ميسور ما فيهش ما كتخرجش الطاقات. الحمد لله كاين خالد العسكري كاين بزاف ديال الوليدات اللي خرجوا شرفوا البلاد، ودابا ها هي وصلت الدور ديال كره اليد من بعد بيان سور الاتليتيزم والتايكواندو خرجوا ناس مهمين بالنسبه للبلاد، دابا جا الدور ديال كره اليد هو الحمد لله بداو كيعرفونا وكيعرفوا ميسور في كره اليد. وفي غير واحد القضيه الله يجازيك بخير في التالي باش ما ننساهاش، كنقدم انا بالنسبه ليا كنتقدم بالشكر الجزيل لاعضاء المكتب اللي مازالين كيتقاتلوا معانا، راه مجهودات خاصه وبفلوسهم وكاين كنتعاونوا في كلش، واللي خصني نوجه هذا النداء باش يعرفوا هاد الناس راه بقاو عندنا واحد المجموعه اللي عيال الا بقى الحمل هكا راه ما يقدوش يهزوا، على راسهم رشيد الوحداني العزوزي عبد الغني الرقيب مدام الخصاصي عبد ربي، هنا ما عنديش المشكل، انا خدام، انا ملي كنخدم مع هاد الوليدات كنقول بحال خدام مع يوسف وزكريا فواديس ولا اللي خدمناه مرحبا، راه غيقبلوا علينا، غير حنا خاص شويه ديال العوين، لان يعني فاش كتوصل المسائل الماديه كتعيا تهز واحد الوقيته فوق طاقتك لا تلام. لا ابدا ما بال، ولكن اللي كيشفي القلوب ديالنا وكيبريها المشكل هي قله العنايه، بحال الهوند ما كاينش، ماشي لعبه بحال الهوند في ميسور ما كاينش، وليني بالنسبه لي انا قلتها لك راه ما كملتش، اللي كيشفي الغليل ديالنا وكيبرد علينا احنا ككره اليد هو الحمد لله كيستقبلونا ولاد البلاد وكيصيفطوا لنا لي ميساج وكيتعاونوا معنا ولو بالكلمه الطيبه، اللهم لك الحمد. هذه شحال الناس ما كتعرفش كاع واش كاين ميسور ولا ما كاينش، دابا كره اليد الناس ولاد البلاد ولاو كيحبوها كيبغيو يتفرجوا. المهدي راه نسى واحد القضيه، الصيت ديال العام اللي فات هو اللي جعلهم يجيو كاملين هذا العام، وما كننسى كنتقدم بالشكر للسي مقيرين والسي مهدي، هادو اساتذه ديال الرياضه اللي عاونونا وجابوا لنا وليدات وهما الاساس ديال هذا العام، راه تقريبا 40 جوار اللي سنينا لهذا العام، مواليد 2002 3 4 يعني الحمد لله كنتعاونوا كامل. العائق احنا كنقولوها وكنرجعوا لها واخا عيينا كنقولوها راه حشمنا، راه هو المشكل المادي، راه غير شي شويه احنا ما كنطلبوش شي غير باش يتمشوا يجلسوا معنا اطابل ويشوفوا شحال كيدوزوا لي ماتش هنا لداخل وشحال كيدوزوا برا والسبرديلات ديال الوليدات. احنا العام اللي فات فاش كنا مزيان شحال كنا كنعطيو لهاد الدراري في لي بريما سي محمد، قسما بالله ما كيدوزوا 15000 فرنك 3000 ريال رابح برا 3000 ريال رابح هنا 3000 ريال، وهذا هو وغير هاد لي بريم هي اللي جعلت ان هذا العام يكون عندنا 17000 درهم ديال العجز. هاد العام شويه زادوا، ولكن العجز العام اللي فات هو اللي تكرفس علينا، هاد العام عطاونا 30000 درهم تحيدت منا 17000، ايوا شوف شنو بقى شوف باش غدوز. هو ما نكذبوش هذا المشكل كاين على الصعيد الوطني يا سي محمد، كاين فراقي دابا في مناطق صغرى وليني كدور بواحد البيدجي كبير كطلع، هي ما كتلعبش بولاد البلاد وليني كيطلعوا كيجيبوا دراري مزيانين كيطلعوا، بحال دابا حنا فاش كنا كنلعبوا في الشرق حنا كندوروا بخمسة المليون، كتلعب معنا توريت كدور ب 80 مليون، كتلعب معنا زيو كدور ب 80 مليون،
كتلعب معنا اجريسيف، كانت واحد الوقيته كدور 200 300 مليون. حنا ما كنطلبوش، راه عارفين المنطقه ناقصه، وليني كيف يعقل تدوز عام بمليون ونص، عام بثلاثه الملي ديالاش؟ هذا هو المشكل. حنا بغينا غير هاد الوليدات. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. ايوا بالنسبه لاعضاء المكتب تقدموا بطلبات الاستقبال ديال السيد العامل، الا انها لم تتوج زعما بشي نتيجه مرضيه، ما لحد الان مازال ما كاينش، نظرا لاجتماعات ولا مشاكل اخرى اكبر من كره اليد. سي حميد نسيت واحد السؤال، اسمح لي، بالنسبه للفرق اللي معك في الجروب في البول مع مولودية ميسور. مولودية ميسور عندنا خمسه ديال الفراقي، خمسه في الجهه ديال فاس مكناس، حنا كنا فاس مكناس وحنا جهه الصحراء، نظرا للقرب ليهم لعبونا معاهم. عندنا الرشيديه لعبات معنا البراج العام اللي فات، عندنا ارفود عندهم فريق جيد وقدام في الهوند، لحقاش الناس كتقول له ارفود كيقول لك ايوا الناس راه لاعبين الهوند هادو في الثمانينات. عندنا فريق الجرف وعندنا فريق تنجداد، هادو رغم ان لو نيفو على قدنا نقدروا نلعبوا فيه، ولاني في عوض لو نيفو كاين البعد وكاين تمارا، هو هذا البعد والاكراهات ديال لي ديبلاسمون هي اللي كتوصل الدراري عيانين شويه. ما بالنسبه جهه مزيانه بالنسبه لنا، الناس كيشكرونا وكيشكروا الوليدات، واللي كنضمن لكم يا سي محمد هو ان راكم هاد الوليدات ديال الهوند راه كيمثلوكم اخلاقيا بعدا احسن تمثيل. الناس ديال الصحراء كاملين كيشيدوا بنا، وبالاخص بالنسبه للاخلاق، اللهم لك الحمد. إذن شكرا سي حميد على هذا اللقاء هذا، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في سواء هذا الموسم او المواسم القادمه ان شاء الله، ونزيد نشكرك، كنشكر كذلك على التضحيه ديالك وعلى الحب ديالك لهذه الرياضه اللي اعطيتيها من وقتك ومن صحتك ومازال كتعطيها، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق مجددا. وفي الختام كلمه اخيره للاعب السبعي لاعب مولودية ميسور لكره اليد. اولا كنشكروا المكتب المسير اللي عطانا هذه الفرصه باش نلتحقوا ونمثلوا مدينه ميسور، كنشكر المدرب السي حميد العريبي، كنتمنوا من المسؤولين يعني يشوفوا هذه الفرقه ويحاولوا يدعموها ماديا. كنشكر الدراري اللي معنا يعني ولاد البلاد، حنا كما قلت عائله يعني كتجمعنا الرياضه.